برضو الرز هعمله بالكاليماري، حاجه برضو كده اسماك. عندنا هنا كاليماري ورز، بصل، فلفل الوان، بابريكا، ثوم، كمون، وشويه ملح وشويه زيت طبعا. البصلايه، بسم الله الرحمن الرحيم، اشوحها شويه مع شويه من الملح، اكتر الزيت شويه علشان ايه سوى الرز. هعمل في الكاليماري هحط له الثوم واحط له الكمون واحط له الملح وراح منزله عليها فلفل الالوان احمر والاصفر والاخضر، وانزل الكاليماري اللي انا متبلاه وحطها في التلاجة قد نص ساعة او ساعة او ساعتين. بصوا بقى كده البابريكا كمان على الكاليماري كده واقلب. ماشي بصوا كده اهي، هنزل بقى الرز على الكاليماري كده واقلبها، وهنزل بقى المية قد قد الرز بالظبط. يعني مثلا حاطة هنا 3 كوبايات من الرز، هروح مدياها 3 كوبايات من الميه، وعادي معامله الرز العاديه خالص. بس في خطوه مهمه قوي، ان هي لما تغلي وقبل ما اوطي عليها اقلبها تقليبه كده من فوق وتحت. الميه، بسم الله الرحمن الرحيم،